نظم نادي المسرح التابع للإقامة الجامعية مساوي مبروك بالوادي مساء الخميس عرضا شرفيا للعمل المونودرامي العد العكسي لخنجر للكاتب العراقي علي عبد النبي الزيدي وتشخيص وأداء الطالب والمسرحي حذيفة طيبة وإخراج نبيل مسعي أحمد. العمل هو يحاكي أو نقول أنه يستثمر أسطورة ماكبيث ولكن في معادلة جديدة تتمشى مع العصر الحديث. اعتمدنا لغة الجسد والإيقاع والنص في إحداثيات على مستوى المسرح نوعية تركيبة جديدة أو تشكيلة جديدة في خلق فضاءات فكرية تطاوع الجسد المسرحي مع الإيقاع مع النص. في هذا العمل شكلنا رؤية أبجدية أخرى تتناسب مع الأسطورة في نفس الوقت ولكن بإحداثيات جديدة مما تخلق أنك أنت كمتلقي ارتباك ما بين أن ما وقع الماكبيث في الأسطورة شيء ولكن في العمل شيء آخر. نقدر نقول أنها حاولنا نسقط المعادل الموضوعي للفعل المسرحي في الماكبيث. ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة التحضيرات التي يجريها فريق العمل بنادي المسرح الذي سيمثل جامعة الشهيد حمّى الأخضر في المهرجان الوطني الخامس للمونولوج المنظم من طرف مديرية الخدمات الجامعية بالوادي. الحمد لله أنا وفقنا اليوم في ضمن العرض الشرفي اسمه لهذا العمل المونودرامي. أنا سعيد جدا معناها كانت تجربتي الأولى وإن شاء الله تكون ناجحة وأن نشاركوا بها إن شاء الله في المهرجان المونودرام اللي راه يقام كل سنة معناها في ولاية الواد. معناها كانت تجربة جميلة معناها بالرغم من الصعوبات في حفظ نص كبير مثل هذا الذي معناها طالت مدته نصف ساعة. إن شاء الله بإذن الله راح تكون دعواتكم إن شاء الله كل دعونا بالتوفيق في المهرجان المونودرام أن نكون كأحسن أداء رجالي وأحسن عمل متكامل بالتوفيق للجميع إن شاء الله. نعم لست مقلعة ما وقد لاقى العرض الشرفي إشادة كبيرة من طرف الحاضرين بالإقامة الجامعية مساوي مبروك الجديدة ألف سرير رقم واحد. المسرح قد أدت خرجات على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي في المونودراما في سيدي بوزيد مهرجان الدولي على جائزة أحسن إخراج وأحسن سينوغرافيا. على المستوى الوطني كذلك كان الطبعة الماضية بالنسبة للمونولوج على جائزة أحسن إخراج وأحسن سينوغرافيا. في المهرجان الوطني للأوبيرات بيتندوف مؤخرا تحصلت فرقة المسرح الإقامة الجامعية مساوي مبروك على أحسن سينوغرافيا. هذا مواكبة المسرح للخدمات الجامعية هو مواكبة الطالب للجامعة وهي قفزة نوعية على المستوى الوطني. واستثمر العمل المونودرامي في أسطورة ماكبيث مع إعطائه بعدا حداثيا آخر وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات المسرحية متناولاً قضية الصراع الوجودي بين جنون العظمة للحكام والزعماء. فكل التوفيق لنادي المسرح بالإقامة الجامعية مساوي مبروك ألف سرير الجديدة واحد.